الابعاد حاضر عادل التسديده لويس انطونيو والكره السلام يا سلام الشمري اعطى تمريره بعد ذلك مرور الكره في طويله مره قائم اول مره ثاني الى مبارك او جمال مبارك بوصوفه على اليمين الان عاليه الكره خطيره الان داخل منطقه الجزاء عرضيه على الخلف غالط نفسه هل العب بخماسي في الخلف لكن يسجل الكثير من الاهداف واصنع توازن كبير ما بين على الجهه اليسرى وصلت الكره بعد ذلك من بعيد خرمي علي خرمي ايش ممكن من الاضافه اللي يقدمها لخط شباب بحاجه للكثير كره موجوده لويس انطونيو يلعب الشباب كيف تغير الشباب كيف اصبح قوه على الارضيه علي بعد من الفيس الكوره المشعه في جده هناك استطاع الشباب الانتصار وتحقيق الى لويس عاليه طويله كايك سجل الشباب هدفا اول الكره ملعوبه الى ناحيه اليمين نقلت الى ناصر يحاول شبراني يلعب كان فيها بطاقه حمراء مباشره على اللاعب جورجينيو لكن الشوط الثاني الشباب يبدا بتغيير ويبدا باشراك لنواف هل من كره شبابيه الان كامارا لويس انطونيو قويه يا جبار هدوء ملعب المباراه الملعب الذي يتحرك بكرة موجودة لصالح جدا لمصلحة فريق الشباب نشوف الكرة الثابتة نشوف الكرة القوية حارس المرمى على الأسرة كرة ومحاولة مرة الشبابية نلاحظ الآن سبع تسديدات باتجاه مرمى أدريانو قرر والقرار النهائي كان بلا استمرارية لعب فقط على كل حال سبع دقائق مرت من الشوط الثاني يعني دائما تشعر بأنه لاعبين الشباب قادرين على القضاء على سموديكا لذلك الشباب مميز جدا مع الروماني الله 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 فيصلي بالحضور والمساندة لهذا الفريق هنا تسديدة وكرة مرت شوط المباراة الأول كرة ملعوبة في وسط الميدان دكة البدلاء صقر عطير بس نكاسي ولكن هيستخدمها امتى ما اعرفش خلينا نشوف لويس انطونيو خطير على الشباب لويس انطونيو التسديد مباريات بالنسبه لي السيد سيمولي الان محاوله على الصومالي مانجا في اللقاء الذي سبق الشباب في انطلاقه فيها تقدم فيها تغيير اتجاه فيها كره بينيه البحث عن تصويبه بتعود لويس هل من واحده هل من الله